وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور الثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء، وجده للأب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام اثني عشر، وكان من أمر بحيرا ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين اذكرا لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما اندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبعد عام أربعين أوسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة قرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت عشرون يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في رابع الأوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حي كمل، وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، وبعد خمسين وربع أسلما جن نصيبين وعاد فعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد خمسين وعام تالي أسري به، والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد ثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا ثبتا من طيبة، فبايعوا ثم هجروا مكة يوم اثنين من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كم الثلاث والخمسين في يوم الاثنين، ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها،
أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قبائي ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكنه ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعباني والغزوة الكبرى التي ببدري في الصوم في سابع عشر الشهر وجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشري وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر وقينقاع غزوهم في الإثر وبعض ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليمي وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع الأولى وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي ثم بني قريظة وفيهما خلف وفيدة الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم قيل واجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني وكان في الخامسة اسمع وثقي ألف كف غزو بني المصطلق ودومة الجندل قبل وحصل عقد بنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنو لحيان بدء السادسة وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد وبيعة الرضوان أول بنا فيها بريحانة هذا بينا وفرض الحج بخلف فاسمع وكان فتح خيبر في السابعة وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية ثم على أم حبيبتنا قد ومهرها عنه النجاشي نقد وسم في شاة بها هدية وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرا وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضى الشهيرة والرسل في المحرم المحرمين أرسلهم إلى الملوك فاعلمي وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة صارت في الصيام قد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجيرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة وحج من ناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم
ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آل شهرا ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلا ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير وحج حجة الوداع قارنا وقف الجمعة فيها آمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده وتسعشن مدة من بعده ويوم الاثنين قضى يقينا إذا أكمل الثلاث والستين ودفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي ومدة التمريض خمسة شهري وقيل بل ثلث وخمس فدري الخاتمة وتمت الأجوزة المئية في ذكر حال أشرف البية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How can you do a 2-second action right now that will give you a share of the reward of everything we're doing on this YouTube channel? Simple. Like this video and click subscribe. Why? It will allow YouTube to recommend our videos to other users. And imagine the huge amount of reward that could be waiting for you on the Day of Judgment if you did that with a sincere intention of spreading the Deen of Allah. You'll be rewarded for every single person who benefits from one of our videos as a result of your like or subscribe. That's an easy 2-second action that you definitely don't want to miss out on. Do it now, click like, and subscribe, and don't forget to make that intention.